نشأت في مدينة المنامة، مع أن احنا أصول من محرق. عندي بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة البحرين. نشأت في عائلة تجارية على يد رجل عصامي، بدأ من الصفر، تعلمنا منه الكثير، شفنا شلون يكبر، شفنا قصص كثيرة، نجاح فشل، الإصرار على النجاح، كلها شفنا قدامنا، كبرنا في هذا النوع من الأجواء. العمل التطوعي كنا نشوفه أيضا في البيت من يوم إحنا صغار، مشاركات الوالد والوالدة في جمعيات مختلفة، يعني زرعت فينا حب العطاء، حب خدمة المجتمع، عطاء للوطن. هذه كلها إحنا كبرنا في هذا النوع من الجو، ريادة أعمال، تحديات، الارتباط بالمجتمع، سياسة الباب المفتوح، هاي كلها شفناها وكبرنا فيها. فهذه هي كلها كان زرعت فيني شغف، يعني أنا بديت واشتغلت، انضميت للعائلة التجارية، يعني خلينا نقول الشركة العائلية، ولكن ما خلاني، ما حسيت أن أنا ملا الشغف اللي فيني اللي هي تحدي ريادة أعمال. أبغي أكون عندي أنا شركتي الخاصة، فطلعت من موضوع أنه بس أشتغل في الشركة العائلية، لا، فتحت لي مشروعي الصغير وبديت فيه في أكثر من 25 سنة. مشروع جدا صغير حق الأثاث، الإكسسوارات المنزلية، وهي شغفي حق التصميم الداخلي وهذه الأمور. فأنا تميت في الشركة العائلة، ولكن كان عندي هذا المشروع وبديت بروحي، يعني كنت أجمع وسوي يعني بدون قرض وبدون حتى مساعدة من الوالد، فسويت فتحته. واليوم الحمد لله عندي 3 شركات، عندي مصنع لتصنيع الخشبيات والأبواب والفتاوت والسوالف هذه كلها، وعندي شركة تصميم داخلي ونعمل جميع أنواع المشاريع الداخلية، وأيضا حتى دخلنا في لاين تصميم الحدائق، وعندنا طبعا محل للأثاث والإكسسوارات المنزلية والإضاءة وكل شيء له علاقة بهذه النوع من المشاريع. فدائما أنا أقول رائد العمل اللي عنده شغف وعنده حب مثل ما يقولون التحدي والمخاطرة، إحنا دائما نقول رائد العمل الناجح أو لازم يدخل شوية في مخاطرة محسوبة مثل ما يقولون، اللي إحنا هي فيها شوية ياخذ مخاطرة في مشاريع جديدة أساس إنه هو يجرب، وما فيها شيء الفشل. يعني فتحت أنا عدة مشاريع على فكرة، دخلت في FMB اللي هو فتحت مطعم كبير واستثمرت فيه، ولكن عقب سكرته. الفشل يعلم النجاح، فدائما احنا نقول ودائما نعلم عيالنا جربوا دخلوا، ممكن تغيرون المسار مو مشكلة، المهم تجربون. فاحنا دائما نقول نتعلم، وحتى الوالد الله يرحمه الشركة العائلية وايد في شركات بعد فتحوها وبعضها سكروها، بعضها كملت بعضها، فاحنا اليوم لازم نتعلم ونجرب. المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال تأسست من 4 سنوات تقريبا، يعني احنا اليوم في شهر 6 بنكمل 4 سنين، من عقب خبرة طويلة مثل ما قلت لك في المجتمع المدني. حبينا نعمل منصة تخدم رائدات الأعمال ورواد الأعمال الشباب من الجنسين، أخذهم إلى ما يقولون next level، ربطهم بجمعيات، مؤسسات مدنية، مجتمع مدني عالمي، منصات أخرى ممكن أنهم يطورون مشاريعهم، عمل الكثير من الورش التدريب والترينينج للاستفادة من المطروح. اليوم احنا عندنا من اقوى المنظومات لرياده الاعمال في المنطقه هي منظومه رياده الاعمال في مملكه البحرين. عندنا جهات مثل تمكين، عندنا وزاره التجاره والصناعه والسياحه، عندنا غرفه البحرين، عندنا الكثير يعمل اليوم لدعم رياده الاعمال في البحرين وتحويل البحرين الى انتربرينوريال هاب احنا نقول في المنطقه، بدء مشاريع،
صغيرة، مشاريع متوسطة. اليوم المقومات اللي موجودة اليوم هذه كلها مقومات حق أي رائد عمل ممكن يفتح مشروع في البحرين، سواء بحريني أو خارج البحرين. فعندنا وايد بعد الحين شركات قاعدة تفتح في البحرين، لأن يبغون يستفيدون من المطروح اليوم. فإحنا كمؤسسة نربط الشباب وأصحاب المشاريع بهذه الخدمات الموجودة، نوعيهم استفيدوا من المطروح، من شلون القيادة والحكومة والجميع والكل قاعد يدعم رواد الأعمال. فإحنا كمؤسسة نعمل هذا الشيء. نعمل طبعاً، إحنا قسمنا المؤسسة إلى عدة لجان، فكل لجنة متخصصة في موضوع معين. عندنا لجنة التجزئة مثلاً، تحتها يندرج نعمل معارض نخليهم يشاركون، مثل معرض الثرية صار سوينا نسخته الثالثة قبل رمضان بأسبوعين، كان من أقوى المشاريع اللي هو جديد ولكن صار لصيت بسرعة، لأن دعمنا الكثير. كان عندنا 70 عارض وعارضة بحرينيين، من الناس اللي عندهم أفكار مبتكرة، تصنيع يدوي، قطاع تجزئة بالكامل، خليناهم يعرضون مشاريعهم وكان جدا ناجح. عندنا لجنة اسمها لجنة الابتكار والطاقة المتجددة والرينيوبل انرجي، هذه طبعا هذه بعد احنا ندعم اصحاب المشاريع اللي داخلين في هذا المجال. حتى موضوع السمارت سيتيز نتكلم فيه، لأنه هو المستقبل. نبغي نشجع الشباب والستارت ابس واصحاب المشاريع ان يدخلون في هذا النوع من المشاريع، لان هي بكره المستقبل حق اي بلد. اليوم احنا اليوم عندنا شباب، واحد من اعضائنا يملك مصنع تصنيع اللوائح الشمسية. بعدين عندنا لجنة التريننج والتدريب. لجنة التريننج والتدريب نعمل تحتها ورش عمل، طبعا عملناها بالتعاون مع اللي هو المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي، يتندرج تحتها الكثير من البرامج، الكثير من الشهادات الاحترافية، تحويل أصحاب المشاريع إلى رواد أعمال رسميين وتجهيزهم للاستفادة من موضوع الاستثمار الملائكي. عندنا أيضا لجنة الربط بالمنصات الخارجية اللي هي نسميها Globalization and International Relations مع، فهذه وقعنا مذكرات تفاهم مع هذه المنصة، فتحنا لها فرع في البحرين، وقعنا مع جهات في بريطانيا اللي هي لها علاقة بالابتكار ورائدات الأعمال، وقعنا مع الآيوك الانترناشنال وومن انتربرينوريال تشالنج. هذه كلها احنا حسينا ان هي اورجانيزيشنز مهمة ان احنا نربط اعضائنا بها ونستفيد من المؤتمرات اللي هم يعملونها واحنا نعملها، يكون في تبادل، يكون في فرصة للاستثمار بين طرفين. الاستثمار الملائكي هو عبارة عن احنا نسميه سمارت فاينانس، تمويل ذكي. ليش نسميه تمويل ذكي؟ لأن هو سيمبلي، أو خلينا نقول بكل بساطة، يكون في مستثمرين ملائكيين من قطاع الأعمال نفسهم، ولكن راح يستثمرون في مشاريع مبتكرة شبابية مملوكة من شباب وشابات عندهم مشاريع ذكية، محتاجين دعم، محتاجين ناس مستثمرين يدخلون معاهم في هذه المشروع لما تكبر المشاريع هذه، ويكون في خطة للتخارج، يكون في exit plan بعد ما يكبر المشروع. ممكن أن المستثمرين الملاكين يطلعون من المشروع، يعطونهم استثمارهم وفوقه يمكن حتى ربح. كبر المشروع صار مربح،
يطلع المستثمر الملائكي ويكمل الستارت اب هذه او الشاب ذي اللي كبر مشروعه ويكمل طريقه. ليش احنا نسميه استثمار ذكي؟ احنا نسميه استثمار ذكي لان انت اليوم لما انت تبي تاخذ قرضه من البنك كصاحب مشروع بيعطونك القرض ومع السلامه، نجحت ما نجحت مش قصتهم، انت عليك تدفع عقب القسط. احنا نقول استثمار ذكي او استثمار ذكي ونسميه استثمار ملائكي لان هذه رجل الاعمال او صاحبه او رائده الاعمال اللي تبغي تساعد هالشاب راح تعطيه مبلغ وراح تعطيه تسويق منتورشيب اراء، راح يساعد هالشخص على انه هو يعطيه افكاره. احنا نقول المنتورشيب هو اهم شيء في الاستثمار الملائكي لانه تعطيه نصائح، بتدخله في دائرة النتورك مالك، بتسوي له تسويق من غير ما انت تحس لان انت بارت من هالمشروع، فلوسك هناك. طبعا عندنا اكثر من 50 عضوة وعضو في المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال، وأحس أنه رقم جميل حق مؤسسة بادية من 4 سنوات. هاي رقم واحد. رقم اثنين، سألتني عن من اللي استفاد وش كثر استفادوا. احنا اليوم عندنا أعضاء قدرنا أن احنا نوصلهم إلى اللي هو من خلال لجنة التجزئة ان هم يعرضون في قبل الجائحه في بريطانيا مشاريعهم، كان معرض متخصص في التجزئه. هاي المجموعه كانت فرصه جدا جميله لهم ان هم يعرضون في هاي النوع من المعارض لان واحده بدون مبالغه كانت بتصك مشروعها اصلا. علشان تشارك في ذي الموضوع فتحت مشروع جديد، دخلت في لاين، يعني طورت مشروعها بطريقة وغيرت البراندينج علشان تشارك في هذا الموضوع. احنا اليوم تحكينا نتكلم عن على الأقل 40 أو 35، بين 35 إلى 40 شاب قدروا يطلعون بسكسسفل ستوريز. عندنا 20 شخص تخرجوا في الدورة اللي قلت لك عنها اللي هي الانفستمنت ريدينس كورس اللي تجهيزهم للدخول في الاستثمار الملائكي ويعرضون مشاريعهم قدام مستثمرين. هاي 20 شخص تخرجوا، وعندنا 20 مستثمر اللي قلت لك اللي هو qualified business angel investment certified program انه يكون مستثمر ملائكي رسمي عنده شهاده. هاي 20 ايضا كان اي، وعندنا 20 اللي هم تخرجوا من الاي دبليو اي بروجرام بالتعاون مع البي اي او، وايضا شخص واحد بحريني احنا دعمناه انه هو يشارك في منصه عالميه لعرض مشروعه. الWorld Business Angel Investment Forum اللي هو منتدى الاستثمار الملائكي العالمي عندهم سنويا منصة عالمية يستقطبون فيها جميع الستارتابس اللي هم حابين يعرضون مشاريعهم أمام مستثمرين ملائكيين. احنا نسميه Global Fundraising Stage عالمي. يصير 5,000 ستارت اب من كل العالم يقدمون عليه كل سنة، يختارون منهم 200-300 أفضل مشاريع. إحنا قدرنا نخلي واحد من البحرينيين اللي عندهم مشروع مبتكر كان لا علاقة بالتكنولوجيا الطبية يعرض مشروعه وهو كبحريني من 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 ضمن هاي المئتين. دعمناه وعرض مشروعه. وصوله حق هاي النوع من المنصة بروحه بالنسبة لنا احنا فخر ونجاح. انا خذيت اول جائزة قبل تقريبا يمكن 6 سنين او اكثر، كانت الايوك اللي هي الانترناشنال وومن انتربرينوريال تشالنج اوورد.
تحدي ريادة الأعمال، وكنت أنا أول وحدة، أنا وهدى جناحي كنا مع بعض أول سيدات يأخذون هاي الشهادة في الوطن العربي. كان في تركيا، هي الآي ويك يعملونها كل سنة هاي المسابقة في بلد، وكانت في تركيا ذاك الوقت، وإحنا كنا أول عربيات نأخذ هاي الشهادة. هاي شهادة، وشهادة الثانية خذيتها في بريطانيا اللي هي يسمونها سوشو انتربرنور، اللي هي الشهادة في خدمة المجتمع، إن رائدة عمل وفي نفس الوقت نخدم المجتمع ونحاول إن إحنا ندعم المجتمع المدني وندعم رواد الأعمال.